شباب السلام عليكم. NHT 200 كملت قريتها بطبيعة الحال. غتقول لي كيفاش كملت قريتها؟ كيفاش السيوم؟ حنا كنا تنقول لكم بانه سلعت اوروبا دخلت المغرب، ولكن اليوم حاضرا سلعت البرازيل المعلم دخلت المغرب. كيفاش؟ ورينا السيوم، ورينا. خرج NHT 200 شحال من واحد غادي يقرا هنايا واحد NH 190 وغادي يقول لك لا هذه راه غير 190، راه ماشي 190، راه اخذت NH 200 اللي كانت خرجات غير هذيك ملات قريتها معلم. هذا الكود NH 190 صافي با دير بانه 190، وانما هي الكود ديال هذا الديزاين، هذا الكولور هذا. اللهم بارك فيها ثلاثه نتاع لي كولور. كاين فيها هذا الكولور اللي فيها الكريمات وهذا الجري بحال الدرهم، وكاين واحد لاكولور اللي فيها البيض والكحل والزرق. نشوفوا هذاك الاخر غنشوف كلهما تيكون فيهم واحد الغيون ديال الاورانج. داكوغ هذا هو الكود تنقولوا NH 190. NH 190 راه اخت هذا الموديل، كاين في البرازيل، ولا قلنا البرازيل غادي نقولوا الامازون. لكن يجري عليا نجري عليك الناس اللي تعرف التوب سبيد يا معلم، ما كاين غير دور 100 ومن هنا خيط الناس. وكاش الجديد السيمو في هذه؟ الجديد بطبيعه الحال باش قلنا لها كملت قريتها هو بهذه هي الفريناج ABS اللورو قدام بطبيعه الحال. اييه ما يمكنش نفرطوا باللور ولا نديروا لقدام. اللهم بارك. صانع سيمنيت شنو اخر السيمو؟ وبطبيعة الحال راه دركا هي اي جديد خرجات في NHT اش غادي نجيبو يعني جميع الاضافات اللي كانوا الناس يزيدوا. دركا في عوضنا عاوتاني دير سيبور، كاينه السيبورات ديال الفاليز، كاينه سميتو بيكي سنترال، والجديد عاوتاني هو لي زاكسيسوار. كاع لي زاكسيسوار ديال NHT سوا 125 انت يجيو 300 ان شاء الله ابتداء من السيمانه الجايه نهار الاثنين. غادي يكون شي حاجه ديال الكليام دوموندي عليهم السيمو، غادي يكون لي كاشمان، لي كراش با سيبور، كاشمان كما قلنا داك الباربريز، داك السابو ديال اللور ديال الماكينه، يعني اي حاجه اللي غتبغي هذا NHT راه كاينه موجوده ان شاء الله. نشوفكم ثم غاكاش ابتداء من نهار الاثنين ان شاء الله. تحياتي لكم من هذا المنبر. سيمو نشوفكم ثم غاكاش. سيمو هذا اللون، هذا اللون هذا الشيرباز، هذا الغروب، هذاك اللون. ليه قريب الغروب. باي باي يا عمري كيك السيمو. تحياتي لكم وديما الجديد، ديما الجديد. نشوفكم ثم غاكاش. السلام عليكم.